بسم الله الرحمن الرحيم. احتفالا بالذكرى 14 لميلاد ولي عهد الامير مولاي الحسن، تنظم اللجنه الوطنيه للشوت فايتين وفنون الدفاع عن النفس المختلطه البطوله المغرب الشطريه لجهه طنجه تطوان في رياضه لايت شوت فايتين. وهذه البطوله هي لجميع الفئات الصغار والفتيان والشبان والكبار، وان شاء الله غتكون هذه هي الانطلاقه الرسميه ديال رياضه الشوت فايتين تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه للايكيد. وبهذه المناسبه كنشكر جميع الجمعيات اللي شاركوا في هذه البطوله واللي عرفت اقبال كبير ونجاح باهر. هذه البطوله الشطريه اللي شاركت فيها الجمعيات اللي كينتميو لجهه طنجه تطوان عرفت مشاركه اكثر من 170 مشارك ومشاركه، واللي تميزات بواحد المستوى كبير من طرف جل المشاركين في هذه البطوله الشطريه لبطوله المغرب لجهه طنجه تطوان. وشكرا. احنا مدربين الحمد لله زعما تظاهره الحمد لله كنشوفها زعما ناجحه 100% الحمد لله، تقريبا شي 170 مشارك، والحمد لله اول مره نعملوا هذه التظاهره في منطقه ديال جهه طنجه تطوان. الحمد لله كان نجاح، كاع المدربين الحمد لله راضيين على البطوله، ونتمنوا ان شاء الله هذه الرياضه نمشيو بها لقدام. الرياضه ديال الشوت فايتين اللجنه ديالها هي اللي عاد دارت جديده، والحمد لله حضر معنا السي ايهاب الرئيس اللجنه الوطنيه للشوت فايتين، ونتمنوا ان شاء الله تعمل المكان ديالها في هذه المنطقه، ونتمنوا كاع الناس اللي يقدروا يساعدونا في هذه التظاهرات وهاد الناس اللي هنايا عندهم الغيره على هذه الرياضه، نتمنوا يعاونونا. هذا الشيء اللي كاين اخي رشيد. باسمي وباسم الجمعيات المنخرطه في هذه اللجنه الوطنيه للشوت فايتين كنحيي الجميع، كنطلبوا من الله باش نزيدوا بهذه الرياضه للقدام. وهذه الرياضه هذه احنا تبهرنا فيها الصراحه لله، واحد العدد المشاركه كبيره 180 مشارك، حتى ما عرفناش اش غنقولوا في هذه الرياضه هذه. كنطلبوا الله بهذه الرياضه تزيد القدام، وكنحيوا البلديه ديالنا تطوان اللي ساهمتنا وساعدتنا باش نزيدوا القدام بهذا المستوى. الحمد لله ملي الرئيس ديال اللجنه تابع للجامعه الملكيه الايكيدو بيدو كان معنا هنا كتسمى حضر معنا بيدو حكام محترفين، ونطلبوا الله من الطاقم التقني ديال هذه اللجنه الوطنيه تزيد بنا القدام ونزيدوا ندعموا في البطوله العربيه والبطوله الدوليه ان شاء الله، ولما لا نخرجوا ابطال عالميين.